حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج A to Z، وفي الفقرات المتنوعة والمساحات الحوارية، وأيضا هناك فقرات التايم لاين والأخبار الأوروبية. أكيد أصبح بالخير على زميلي خالد. صباح الخير. صباح الخير زميل كريم، صباح الخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة وبرنامج A to Z. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة ساعة كاملة. ريم، مع الأجواء الجميلة وهالأجواء الباردة صراحة، دخول فصل الشتاء بشكل مفاجئ، والأمطار أمطار خير وبركة بإذن الله. نتمنى دائما وأبدا السلامة للجميع والمشاهدين الكرام. نعم، أمطار خير على ديرتنا الغالية الكويت، وشفنا الأجواء يمكن من أمس واليوم بدأ الجو يصير أبرد، ومع هذا الحماس موجود لمتابعة الأخبار الرياضية والدوريات وأيضا البطولات اللي تقام في الكويت وخارج الكويت. وهمنا دائما أن نتابع بصراحة الأندية الكويتية والمنتخب في كل مكان، وين ما يروح إحنا معه نتابع أول بأول، ولنا تغطيات كثيرة عن منتخبنا. صحيح ريم، مع هذه الأجواء الباردة مثل ما ذكرتي، أيضا في سخونة شديدة في الدوريات الأوروبية وأيضا في الدوريات الخليجية والآسيوية. اليوم أنت معاك ضيوف راح تتكلمين بشكل مفصل عن ما جرى بالأمس في دوري أبطال أوروبا وهذه المباريات الكبيرة جدا، عندما نتكلم عن انتصار ليفربول ضد ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء في مباراة شهدت كل شيء للأمانة من إثارة وندية. استطاع ليفربول الانتصار وفك العقدة ريم مع ريال مدريد بعد خسائر متوالية. أيضا لا ننسى نادي قاسية والأسطورة بدر المطوع بدران وإحراز الهدف في الدقائق الأخيرة ليتعادل مع الرفاع البحريني 2-2. مباريات جميلة تفاصيل وأخبار كثيرة عبر. نعم أكيد صحيح. نعم ناخذ المشاهدين خالد وروح نتعرف على ضيوف اليوم في هذا الفاصل. ضيفنا اليوم في فقرة ما بعد النشر ثامر عناد، محلل القناة الرياضية. وضيفنا في فقرة تايم لاين راح نستعرض لكم أهم أخبار السوشيال ميديا مع المحلل الصحفي ناصر الفضلي. عودة لكم مرة أخرى مشاهدين الكرام بعد ما شاهدنا معكم هذا الفاصل لضيوفنا الكرام، طبعا ناصر الفضلي غني عن التعريف وأيضا الكابتن الكبير ثامر عناد راح يتكلم بالتفصيل كان جانب البطولة الخليجية ونادي القادسية، وأيضا بالنسبة للفقرات والبطولات الأوروبية راح يتكلم زميلتي ريم مع ناصر الفضلي. عموما بعد ما شفنا معكم هذا الفاصل لضيوفنا الكرام، خلنا نروح الآن نشوف فقرة ريلز وما تحمله من معلومات رياضية، ولنا عودة في إيتزت. معلوماتنا اليوم في A to Z. النجم الإنجليزي غاري لينكر واحد من أشهر نجوم العالم، ولكن بنفس الوقت لا يزال اللاعب حاقد على المدرب إريكسون، لأن في آخر مباراة له مع المنتخب الإنجليزي كان ينقص هدف لمعادلة رقم بوبي تشارلتون، ولكن المدرب إريكسون قام باستبداله في الدقيقة 57 وظل اللاعب لسنوات ينتقد تصرف المدرب واللي حرمه من تحقيق حلمه.
شكرا للزملاء المشاركين في فقرة ريلز. وصلنا أيضا إلى فقرة ما بعد النشر والضيف المميز كابتن ثامر عناد محلل قناة الرياضية، والحديث حول دوري أبطال الخليج للأندية. اكتفى نادي القادسية بالتعادل الإيجابي مع مضيفه الرفاع البحريني بهدفين لكل منهما. وقبل أن ننتقل أكيد بضيفنا، بنشوف هذا التقرير الخاص في المباراة. تقاسم فريقا الرفاع البحريني والقادسية الكويتي نقاط المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بعد تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2024-2025. وافتتح المغربي إسماعيل خافي أول أهداف اللقاء لصالح القادسية في الدقيقة 23، ليرد الرفاع في الدقيقة 31 بتسجيل هدف التعادل عن طريق الجزائري سامي فريوي. وفي الدقيقة 46 وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، يعود الجزائري سامي فريوي مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني لصالح فريقه، قبل أن يتمكن بدر المطوع من تسجيل هدف التعادل لصالح الأصفر في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2. وبهذه النتيجة حصل الرفاع على نقطة ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما أصبح في رصيد القادسية نقطتين في المجموعة. وسيتواجه الفريقان من جديد في مرحلة الإياب، وذلك يوم الأربعاء المقبل على استاد محمد الحمد بنادي القادسية. عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونجدد لكم التحية ويسعدنا أن نرحب ضيفي من داخل الاستديو محلل قناة الرياضية كابتن ثامر عناد. يا كابتن الساعة المباركة. ساعتك أبركة أبو بندر، مسي عليك وصبح عليك وصبح على طاقم العمل والسادة المشاهدين والمشاهدات. حياك الله كابتن. مباشرة نتكلم معاك عن لقاء القادسية والرفاع اللي انتهى بأمس بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2. شلون شفت اللقاء ورأيك في نادي القادسية؟ هو لقاء يعني نوعا ما انه في امل للنادي القادسية بعد تسجيل بدر مطوع الهدف الثاني اخر الدقائق، اعطى امل للقادسية للعوده ثاني مره واحتماليه الوصول للمربع الذهبي وحصوله على المركز الثاني. الهدف اعطى اهداف كثيره، اعطى للقادسية امل واعطاهم دفعه معنويه لمواصله الاداء، ولكن نتكلم على اداء النادي القادسية هو أسوأ اداء في هذه البطوله، يعني في المبارتين اللي قدمهم مع الاتفاق. ما راضي عن ادائهم بالامس؟ لا، امس اداء نوعا ما اقل من المبارتين، لو سواء مع الاتفاق او مع النادي العربي القطري. القادسية قدم مبارتين ولا اروع، عاد الى اذهاننا او ثقتنا في هذا الفريق انه ممكن في المستقبل يقدم، ولكن مباراه امس شفنا سوء الاداء، شفنا التوقف. شو اسباب رايك كابتن؟ شو اللي تغير ما بين مباراه نادي الاتفاق؟ ما تغير شيء، انا اعتقد ان التوقيف الدولي هو اللي اثر على القادسية ابتعادهم عن المباريات، ويعني خاصه خط الدفاع هو غياب الكابتن خالد محمد ابراهيم، وشفنا التنظيم ورجوع جيبولا في قلب الدفاع، شفنا التنظيم سيء خاصه في التركيز في الكرات المرتده او حتى في سوء اداء الخط الدفاعي، كان هو سبب من اسباب اداء نادي القادسية امس والتعادل مع نادي الرفاع. ابرز نقاط القوه اذا ذكرنا النقاط السلبيه، لكن بالنسبه لنقاط القوه بالنسبه للقادسية وين تكمن؟ هو كانت من المفروض تكون من المحترفين، يعني من جيبولا، من ايجور، من صولا، من مهدي، من رحمه، ولكن امس شفنا احنا صولا كان يعني هو نقطة القوة من نادي القادسية أو مفتاح اللعب مع خافي هو الهداف. أنا اللي أتوقع أن نقاط قوة القادسية هو في الارتداد السريع واللعب على الصولة على الأطراف أو على الأجنحة، وشفنا منهم الهدف الثاني، شفنا الأسس من الصولة لخافي. أنا أعتقد أن الصولة أمس قدم مباراة نوعا ما ممتازة. ذكرت التوقف الدولي أثر على نادي القادسية وأدائه، لأي مدى ممكن يأثر التوقف الدولي؟ لما تفكر الحين كثرة مباريات كابتن ثامر، الحين شوف قاعد تشوف مباريات دولية بشكل مستمر، توقف دولي بشكل مستمر، مباريات خليجية، مباريات آسيوية، مباريات عربية، دوري محلي،
هذا الامر لايمتى ممكن ياخذ اللاعب يعني؟ اكيد هو مو احنا نتكلم على مستوى الخليج او على مستوى دوله الكويت، احنا نتكلم على المستوى الاوروبي ومستوى المحترفين. انت تشوف المدرب الكبير غوارديولا هو يتشكى، تشوف المدرب الكبير انشيلوتي، مدربين كبار رؤساء انديه تشكى من الرزنامه الدوليه او عدم راحه اللاعبين والضغط على اللاعبين في يعني في عدد المباريات، وهذا ياثر لياقيا على اللاعبين خاصه في التركيز. بس انت لما تاخذ لاعبين من نادي الغاتسية مثلا نتكلم الى فيفا دي اللي هو اسبوعين، واللاعب هذا لا يلعب ولا مباراه في الفيفا دي، هو بعيد عن المباريات واجواء الالعاب، وتجي بعد المباريات هذه الدخله في بطوله عربيه او بطوله خليجيه نفس البطوله هذه البطوله الخليجيه، اكيد على المستوى بالنسبه للنادي الغاتسية يعني النادي الغاتسية كمجال محلي يخرج هذا بالضبط. فهاللاعب هذا اللي راح ذهب للمنتخب يمكن اسبوعين وما لعب تقريبا المبارتين، تشوف المباراة هذه يقدم في أسوأ مبارياته. وأكبر مثال هو الدوسري، راشد الدوسري هو من أفضل أظهرة النادي الغاتسية، ولكن أمس شفنا من أسوأ حالات راشد الدوسري، وهذا عنده يعني أن الواحد يكون عند العذر لأنه هو بعيد عن المباريات التوقف الدولي وما لعب مع المنتخب. فأنا أعتقد أن هذا اللاعب انظلم في مباراة الأمس لأنه هو بعيد عن المباريات، وهذا اللي تكلم عنه تأثير توقف الدولي. الدولي بتكلم ايضا عن المباراه ونتكلم عن بيتروفيتش مدرب نادي القادسيه والتبديلات اللي اجراها بالامس. رايك بهذه التبديلات، هل اتت كلها مثل ما نقول؟ هل يعني في بعض الجانب الفني تغير مع هذه التبديلات؟ لا، وانا ما اعتقد انه تغير. هو التبديل الوحيد اللي كان له اثر وشفناه هو بنزول بدر مطوع، يعني في اخر ربع ساعه شفنا الفريق نوعا ما يعني زي لما متى يكون بدر هو المنقذ دائما كابتن ثامر؟ تتكلم عن لاعب في اواخر مهنته المسيرية مسيرته المهنية خلاص انه واصل مرحلة ممكن يعتزل اي لحظة، لمتى القادسية اعتماد الكلية على بدر؟ مو هذا اللي احنا نتكلم عنه، لازم تجد له البديل. هو القادسية قدم نفس ما قلت، قدم الفنيني او استقطب الفنيني يكون هو البديل، وكان هو نجم الفنيني. بس شفنا الفنيني الموسم الماضي والموسم هذا هبوط في مستوى، الحين عودته للمنتخب نتمنى ان عوده الفنيني للمنتخب تعطي تنعكس على عودته حتى في نادي القادسية. هي مشكله نادي القادسية من الازل انه اذا بدر مطوع غير موجود لا يوجد احد يعني يسد مكانه، وهذا اللي اثر على هذا اللاعب انه يكمل لهذا السن نفس ما قلت لل 40 الله يطول بعمره او 39. انا بالعكس انا دائما نرفع القبعه وشد فيه، لكن اتكلم عن نادي، اتكلم عن كيان، عن قدسية مو اي نادي، اتكلم عن كيان ما عنده حاليا منقذ سوى بدر مطوع في اخر سنوات اللعب. انا اتوقع ابو بندر تعودوا على ان بدر مطوع لازم يكون موجود، يمكن يبغون يكمل الله يطول بعمره بعد يمكن 6-7 سنوات. لابد ان تحط لك يعني خط رجعه او تحط لك بلان بي ان البدر كان هو مثلا عيد لاعبي المنتخب، مثلا عيد مثلا الفنيني واستقطاب الفنيني من نادي السالمية بمبلغ وقدره، فما شفنا لا عيد هو يقدر يغطي بدر ولا الفنيني في مستوى الفنيني. بس متى ما عاد الفنيني لمستواه انا اتوقع ان الفنيني راح يكون يعني نوعا ما بدر مطوع في انقاذ نادي الغاتسية او العودة ثاني مرة. بس نتكلم على فريق الكل في كل جوانبه وكل خطوطه سيء، مو الغاتسية اللي ممكن تشوفها من 7-8 سنوات منافس على كل البطولات. اذا بالنسبة حتى للركلات الحرة، انت ما عندك مسدد ركلات حرة الا بدر مطوع، يعني اتكلم معاك بصراحة، وانت ما شاء الله مدرب ولك من هذا الجانب الفني الكبير، شو ممكن اخلق نقول لاعب مسدد ركلات حره؟ شلون اخلق لاعب بالتمرين ابو بندر؟ بالتمرين انت لما يعني بدر مطوع مو من بيتهم يجي يشوت ركلات، هو تمرين واستمراريه في التمرين وتشوف. شلون اخلق هذه العقليه عند الشباب؟ انت لما تتكلم عن الشباب يعني حتى كريستيانو في اخر لقاء لما سالوه قال انت تصير مدرب؟ قال مستحيل. قال لماذا؟ قال الجيل الحالي ما يسمع. بالضبط. يقول انا قبل كنت لما كنت لاعب كنت اروح حق اللاعبين الكبار اخذ منهم معلومات استفيد اسمع كلام المدرب. يقول حاليا مع عودتي لمانشستر يونايتد الاخيره اللاعبين مو قاعد يسمعون كلام مني. بالضبط. هو جيل اللي تغير عن جيل، تفكير عن تفكير تغير، تفكير جيل رونالدو وميسي جيل اللاعبين القدامى يعني او الجيل الماضي غير عن الجيل هذا، وانت ادرى يعني حتى مو بس بالرياضه في كل مجالات الحياه الجيل تغير. صار صعب حتى في تربية الجيل هذا سواء في هوايته ولا في مهنته، ولا أنت تكون حريص أكثر منه. وإحنا قبل وأنت تذكر من المفروض نكون إحنا أصحاب المهن ولا أصحاب إحنا الحريصين أكثر من عوائل. تبعد عن المعلومة، تبعد عن النصيحة. حاليا ما يحبون النصيحة. لا ما يحبون النصيحة، ولا يحبون التمرين، ولا يحبون الالتزام، ولا يحبون تطبيق الخطة، ولا يحبون النقد، يبون كله مدح حتى في أسوأ حالاتهم. فجيل غريب عجيب. أنا بوجهة نظري
الجيل الحالي او جيل نادي الغاتسيه يكون محظوظ يتدرب مع هذا النجم، مع هذا الاسطوره. لازم تاخذها فرصه. عيد، فنيني، راشد الدوسري، عيد بشهاب، هذين اللاعبين الشباب، معاذ الظفيري، من المفروض ان هذا الوقت تستفيد من وجود بدر مطوع في التمرين وياك في المباريات. انا اعتقد انه راح تذكر هذا الوقت لسنوات طويله، يعني حتى في ختام ان شاء الله الله يحفظكم في ختام مسيرتكم وتقول انا لعبت مع بدر او تدربت مع بدر. هم مهم جدا ترى معاصرة النجوم والأساطير أمر مهم جدا، خصوصا بعد تقادم الوقت لما تقريبا سنوات تتذكر أنك كنت في أسطورة كويتية حية عاشرتها وقعدت معاها ولعبت وياها، حرام أنك ما تستفيد. أكيد وتستفيد منها حتى في التمرين وحتى في الخبرة، تستفيد بالتمرين في المباريات في حتى في نقل المعلومة أو نصح لك، لازم تستفيد منها. جميل. يعني بدر ما راح يطول أكثر، يعني الله يطول بعمره ما راح يطول أكثر من الموسم موسمين. فاستفيد من بدر مطوع قبل الاعتزال يعني، وهذه فرصة. في أندية ما لعبت مع بدر ولا تدرب اللاعبين، ما في أندية ثانية ما تدربت مع بدر. حتى بدر الفرقة لما تكلم عن نادي النصر السعودي يمكن فترة وجيزة راح لهم بدر، لكن لا زال الجمهور يشكل الكثير من الحب والاحترام والتقدير لك من اللاعب. اسم صعب. ابو بندر هو اسطورتنا، يعني لاعب يقدم المستويات سواء في نادي الغاتسيه ولا المنتخب ولا حتى في احترافه وحتى في تعامله مع الصحافه والاعلام. رجل يعني فرض محترم، فرض احترامه. انا اعتقد انه فرصه لاي لاعب في الجيل هذا انه يستفيد من هذا اللاعب. جميل. لما نتكلم ايضا عن معالجه الاخطاء بالنسبه لنادي الغاتسيه، شنو ممكن يقف عليه المدرب من جانب فني او حتى من جانب داري حتى يعود القاسيه بشكل افضل في المنافسات القادمه؟ احنا نتكلم على لما تخسر مباراه او تقدم مباراه سيئه، من يعني من حظ المدرب انه يقدر في الحصه التدريبيه القادمه انه يصحح اخطاء. احنا نشوف نادي القاسيه فيه اخطاء من استلام هذا المدرب، ولكن تصحيح الاخطاء يمر في وقت او في مرور بطيء جدا. نادي القاسيه يحتاج الى محترفين. انا اعتقد ان 3 إلى 4 محترفين لم يستفيد منهم القادسية. بوجهة نظري القادسية في الوقت الحالي يحتاج المحترفين يشيلون الفريق، أو محترفين يكونون مؤثرين في جميع المباريات أو حتى في المنافسات، عندهم منافسات البطولات وعنده خبرة المنافسة هذه. أنا أعتقد أنه لازم يكون في محترفين على مستوى عالي وقيمة فنية احترافية لهذا الكيان ليعود نادي القادسية ثاني مرة لمصاف. 3 مباريات ولا فوز، كلها تعادلات. تعادلين وخساره. تعادلين وخساره، شو الاسباب؟ يعني انت بتتكلم عن فريق يعني الفوز ما عاد نسمع. احنا للاسف الشديد تقلب هذه ما قمنا نسمعها. صح. لا على الجانب المنتخب ولا ايضا على جانب الانديه للاسف الخارجيه. صح بالضبط، انا معاك. بس لما نتكلم على العرب القطري وتلعب في ملعبه وتلعب مع الاتفاق، وعارف شنو الاتفاق وشنو القيمه الفنيه والقيمه الاحترافيه للمحترفين وحتى لمدربهم جيرارد، الكل كان على مستوى نادي القادسية آخر المواسم الكل قال أن القادسية خسران الفريقين، ولكن القادسية في المبارتين قدم الأفضل وقدر يتعادل مع العربي وقدر يتعادل مع الاتفاق في أخطاء، أو خسر من الاتفاق في أخطاء تحكيمية بصعوبة مع الاتفاق، وتعادل مع العربي خارج ملعبه بالنادي العربي اللي يحمل 9 محترفين على مستوى عالي وقدم مباريات. ولكن مباراة أمس مع الرفاع من أسوأ مبارياته، ما قدم مستوى، وكان حتى الرفاع الشرقي فريق سيء، ولكن كان القادسية أسوأ من نادي. ما قدم نادي الرفاع؟ رأيك مستوى نادي الرفاع أمس؟ أنا أعتقد يعني هذا مستوى بالعادة أم المباراة خادت بها؟ لا مو مستوى الرفاع. الرفاع شغل عند الكثير، أو نادي القادسية بسوء أداء نادي القادسية وما تفوز عليه مباراة أمس، أنا أعتقد أنت أسوأ من نادي القادسية. يعني القادسية هذه تربطها على الجانب، يعني القادسية ما كان في يومه مفروض أنك أنت تستقل هذه الفرصة. بالضبط. القادسية في أسوأ أيامه أو في أسوأ مستوى لو ما قدرت تفوز عليه في ملعبك، فأنا أعتقد شو الأسباب؟ قراءة مدرب. يعني أنت لما تتكلم عن القادسية وهي مثل ما ذكرت كانت مباراة سيئة بالنسبة للجانب القدساوي وما استقلها نادي الرفاع، فهل هذا الأمر يعود سيء المدرب عند اللاعبين؟ وين الوضع؟ قراءة المدرب، وضع الخطة، السيستم، التكتيك، تحركات اللاعبين. أنا أعتقد أنه في أي إخفاق لأي فريق يتحمل المثلث النجاح اللي نسمى هو إدارة وجهاز فني ولاعبين. فأنا أعتقد أن نصر رفاع حتى إخفاق نادي رفاع أمس بالفوز هو يتحمل. أنت متقدم 2-1 حتى الدقائق الأخيرة، يعني خطأ مدرب أنك ما تحافظ عليه من اللاعبين، عدم تركيز. لا عدم تركيز طبعا، وهو ممكن في تبديلات من نادي رفاع اللي أثرت، أو حتى اللاعب اللي أخطأ في عمل الفاول.
اعتقد ان انت ما تحتاج ارفع في سوء اداء نادي الغاتسيه، انت تحتاج لاخر دقيقه عشان تطلع تفوز على الغاتسيه. الغاتسيه كان يلام عليها، يلام عليها نادي الرفاعه وحتى مدرب لما تكون كره ثابته وحتى الحارس يلام عليها لانه في زاويه الحارس، بس اللي وضعها لاعب ذكي. انا اتكلم عن نادي الرفاعه، انت في سوء حاله نادي الغاتسيه من المفروض ما تنتظر لاخر دقيقه انه يسجل التعادل او انت يعني 2-1 يعني خطرتنا، فمن المفروض انك تنهي المباراه بسوء حال نادي الغاتسيه، ولكن الوضع واضح ان انت أسوأ من نادي الغاتسيه في هذا المباراه. عندنا مشكله في المشاركات الخارجيه كابتن، لو نتكلم عن نادي الغاتسيه وحتى اي نادي اخر كويتي لما يكون في المشاركات الخارجيه دائما ما يكون هذا المستوى المطلوب من الانديه صراحه. حتى نادي الكويت، انت تتكلم عن نادي الكويت كاسم من اسم كبير، لكن في المشاركات الخارجيه ما ياتي بهذا الزخم اللي احنا متوقعينه من المشاركه الخارجيه. بالضبط. ايش الاسباب اللي تمنعنا؟ ما في اسباب، الفرق الثانيه هي تعمل مثل ما تعمل انت، تعمل بس تعمل في درجات اكبر، سواء على المحترفين ولا على المدربين. لما ترجع انت من 9 إلى 10 سنوات احنا متسيدين البطولات الخليجيه، سواء كانت بطوله خليجيه بطولات بس خارجية. ما في جاب كبير، انت لما تتكلم عن النادي العربي مثل ما ذكرت القطري ومباراه مهمه جدا وحتى الجول مشكوك فيه اساسا. لا لا وين ما في جاب، اذا مباراته مع القاتسيه مريح 5 محترفين ما لعبهم، هو عنده 9 أو كان يلعب ملحق دوري الابطال وعنده 9 محترفين، مريح 4 لاعبين إلى 5 لاعبين خارج مباراته مع القاتسيه. بس انا اتكلم على البطولات الخليجيه، لو ترجع 9 سنوات كان يعني أندية الكويت متصدرة، سواء اتحاد الآسيوي النادي الكويت ممكن فاز فيه 3 مرات، القادسية مرة، وصلوا للنهائي أكثر من مرة. نروح للبطولة الخليجية، احنا البطولة الخليجية العربي خذاها القادسية، خذاها الكويت، خذا كاظمة خذاها. لما تروح حق البطولة العربية وصلنا لأبعد مدى بعد انسحاب نادي كاظمة. لما انت بتروح لدوري ابطال اسيا القادسيه قدم ولا اروع، وصل للدور الاربعه مع ايراوا يمكن تذكر. صحيح. فهذا قبل 10 سنوات، فالدول الثانيه او الدول القريبه او الشقيقه تعمل، عملت في منظومه رياضيه ناجحه، احنا ما عملنا. احنا نتكلم على ماضي، للحين احنا ننشد الماضي، للحين احنا نمتدح الماضي، ما ناخذ من عباءه الماضي. احنا ما دام عندنا موضوع متلازمة الماضي، احنا الماضي كبيرة صراحة. بالضبط ابو بندر، انا اتفق وياك 100%، احنا كلنا نتفاخر بالماضي، هو تفاخر بالماضي، بس اتمنى الماضي هذا ينعكس على المستقبل. بس يكون ارشيف خلاص، انت حاليا لابد ان تعمل من الان. بالضبط. لمستقبل. بالضبط، انت ليش الماضي هذا ما تعكسه على مستقبلك وحاضرك؟ يكون ارث بالنسبة لك. بالضبط. يعني انت وصلت للمجد، وحلاوة المجد تشوفها في جماهيرك. انت متاح لك محترفين، متاح لك ايضا تحترف تتعاقد مع اكثر من لاعب، يعني الاتحاد ما قصر معاك بشيء، لماذا الانديه ما تاخذ الاسامي بشكل كبير؟ يعني لماذا يكون المحترف دائما ما يكون ذات زخم انه ممكن يكون بوشاب حق الفريق؟ ما في دعم، يكون في جاب كبير ما بين المستوى المحلي وال ما في دعم مادي كبير. يعني اذا تبي محترفين على مستوى عالي نفس ما نقول السعوديه الدول الاوروبيه، حتى على الاوروبيه ما في، ما الاوروبيه ما يشترون المحترفين اللي قاعد يجلبونهم السعوديه. خلينا نروح حق الامارات وقطر، مع انه القيمه الفنيه للمحترفين والماليه كبيره، هو هذا واضح، هو دعم من الدوله، دعم الانديه اعطاهم المال للتعاقد. انت احنا الموسم هذا ترى 100,000 على 5 محترفين يا ابو بندر، احنا كان لنا صار لنا سنين ناخذ 20,000 من الهيئه والدولة تدعم على 5 محترفين، من 5 محترفين يجيك ب20,000؟ 20,000 ككل، مو كل لاعب، خمسة ب20,000 مع باكج، إيه تذاكرك وسكنك، سكن المحترف وتذاكره وسو تعليم أولاده وجلب عائلته، هذا مو كرة قدم، ما تبي تطور. الآن نوعا ما أفضل، 100,000 أعتقد أو زاد السعر، أهم قليل جدا بالنسبة للدول. فالدول تعمل والدول تدعم وهذا، وانت تتكلم لي بالماضي، لا احنا الماضي خلاص الماضي انساه، بس اتمنى ان ننعكس. الان احنا في عهد جديد، عهد تطور، انا متفائل في هذا العهد، ان شاء الله يعني من بداية كاس الخليج احنا راح نكون شكل ثاني، اتمنى نكون شكل ثاني، وعندي ثقة بهذا العهد وهو القيادة الحكيمة، انه في كل مجالات الدولة انه راح نتطور ونعود، وخاصة الرياضة. الناس ما يقول من له ماضي حتما سيعود، فإن شاء الله بإذن الله أن حتما سنعود، وفي مع
يعني مشاركة القيادة العليا تطور دعم من الدولة، احنا متفائلين بس ان شاء الله لابد صحيح الرياضة ترى لابد ان يكون لها جانب كبير من الاهتمام، جانب كبير من السبوت لايت، التركيز عليها لان الشباب لهم لابد من الاهتمام. برافو عليك ابو بندر، يعني الرياضة تجمع ما تفرق. صحيح. فاحنا حبينا بعض، حبينا عرفنا بعض، المنافسات بالرياضة. بس مو دائما، يعني برشلونة مدريد مشكلة تصير هذا. احنا برنامجنا محلي. جميل. ايضا نتكلم عن ابرز اللاعبين بالنسبة اللي صف الدفاع تألق ولاعب شدك في الدفاع تقول انا اللاعب الجزائري سامي اللي سجل هدفين، هو من افضل اللاعبين لانه سجل هدفين وكان مؤثر يعني المحترف. فهو هذا اللاعب اللي في سوء اداء الفريقه قدر انه يسجل ويعود المباراه بعد كان ما متاخر نادي الرفاع في بهدف يعني. جميل. بتكلم ايضا عن مدرب هيثم مدرب نادي الرفاع، قراءتك لهذا المدرب بالنسبه حسب اللي شاهدته اثناء الشوط الاول والثاني، خصوصا لما تقول ذكرنا سابقا انت متقدم بهدفين مقابل هدف في الدقائق الاخيره ثم يعود القادسية، يعني هذا الأمر وين لاحظتها أكثر في مدرب نادي الرفاع؟ شوف القادسية فريق كبير حتى لو كان في أسوأ حالاته، بس أنت في أسوأ حالاته ما تستغل فرصة تفوز عليه باثنين واحد وانتهت المباراة ممكن يعود القادسية. أنا أعتقد أن المدرب نادي الرفاع يمكن ما أقول فشل، أنا ما أتكلم عن المدرب فشل، بس أخطأ في أنه ما ابتعد بالنتيجة، ممكن يكون بسوء حظ اللاعبين، ممكن يكون أداء اللاعبين عدم تركيزهم، ولكن في سوء أداء نادي الغطية من المفروض منتهي المباراة من الشوط الثاني في فارق أكثر من 3-4 أهداف، ولكن أعطيت نادي الغطية أمل لآخر دقيقة، قدر المخضرم بدر أنه يسجل التعادل. كل مجهودك اللي عملته وسوء أداء نادي أخرجك برا الحسبة. فأنا أعتقد أن نادي الرفاع أمس سيء لسوء نادي الغطية، ما كان الفريق اللي قادر انه ينافس ولا قادر انه يفوز. في حاله نادي الغطية من المفروض انه الثلاث نقاط مضمونه، فهذا يتحمله الجهاز الفني واللاعبين وحتى الاداري. جميل. بالنسبه للحاله البدنيه بالنسبه للفريقين، احنا دائما للامانه نعاني من الحاله البدنيه خصوصا في الجانب المحلي، لما تطلع برا تكون الحاله البدنيه واضح الضعف عندك. صح. شلون لامست الحاله البدنيه بالنسبه؟ هي مو مباراه تنافسيه او مباراه عاليه، اي رتم عالي، هي مباراه ممكن تكمل. اللاعبين امس شفنا اللاعبين في اريحيه كبيره لنهايه المباراه، بس هي ما تعطي الطابع ان اللاعبين ممكن تشوف لياقتهم نزلت او تاثروا من اللياقه او الجو، خاصه ان الاجواء جميله امس. انا اعتقد ان يعني الحاله البدنيه ممتازه امس لان سير المباراه. الاطاله البدنيه ايضا توقف حاليا يمكن شهرين بالنسبه للدوري، هذا يؤثر على الحاله البدنيه بالنسبه للاعبين ام اللاعبين في معسكر المنتخب أكيد. ثم بطوله الخليجيه يكون رتم لا ممتاز، ما راح يكون لانه نفقد الشيء الكثير بالنسبه للدوري. انت ابو بندر تتكلم عن لاعبين المنتخب زي الانديه الثانيه دوريك. انت تتكلم على 30 لاعب زين، خذوهم معسكر ولياقتهم بدنيه اوكي توب. رديت انت بعد شهرين، الانديه هذا شو تسوي بشهرين؟ حتى لو تروح معسكر ما في نادي بالعالم يروح شهرين، وحتى مباراه تجريبيه ما تقدر تلعب لان كل الملاعب محجوزه. فشنو الحل؟ فانت سويت فتره اعداد ثانيه، مو هذا اللي اثر على دورينا. هذا لما نقول احنا سيء دورينا او مستوى دورينا سيء، كثره التوقفات مو معقول. انت شهرين كاس عالم توقف شهرين، توقف شهرين اوكي في اعذار، بس انت لازم ما تشوف الجانب الوطني. خلينا نقول في هذا الوقت بالتحديد احنا نريد الالتفاف حول المنتخب الوطني يكون طبعًا. باداء جيد، فاحتاج لهذا الوقوف. طب وقف، انا ما قلت لك وقف، بس لازم يكون بديل الحين على الفرق اللي يعني انت مع المعسكر المنتخب، لكن في 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 المقابل خلي الدوري ماشي. لا ما خلي الدوري، انت اخلق لك بطوله ثانيه، خلي اللاعبين يلعبون، خلي الانديه تلعب، مو للدوري، خلي الدوري. انا ما اتكلم، بالعكس احنا نتمنى المنتخب وندعم المنتخب، واتمنى هذا التوقيف شهرين يعود علينا بالفائده ونكون منافسين في كاس الخليج ان شاء الله ونحقق هذه البطوله. بس انت الفرق الثانيه الانديه 15 نادي، اللاعبين اللي مو منضمين شو يسوون شهرين؟ انت اخلق له بطوله، اعطوا مباريات، اعطوا ملاعب تلعب فيها بطوله، شكل دوري بلو مع المحترفين. لا تخليهم واقفين كذي، ما تقدر شهرين. زين بالنسبه ايضا لطاري الاختيارات والمنتخب بيزي، ايش رايك باختياراته صدق؟ هو هذا هذا يعني في كلام من عبد المحسن العجمي على قضاء، في اكثر من لاعب ايضا مهم جدا على قضاء، انه ليش ما تم استدعاء ابو بندر؟ انا ما اقدر اقعد انا بالمدرج ولا بالقعده اقول ليش فلان وفلان، مو عبد المحسن كان وياه، هو من افضل اللاعبين. انا بالنسبه لي هذا رايي، عبد المحسن كان للحين يقدم افضل اللاعبين، بس كان ويا المدرب بيتزي.
شكناني كان مع المدرب بيتزي ولا لا؟ صحيح. عدبي شهاب كان مع المدرب بيتزي وكان يلعب. رايك الشخصي والفني، شو الاسباب لماذا تم استبعاد هذا اللاعبين؟ احنا عارفين اللاعبين شباب وعندهم قدره للعطاء اكثر. زين انت انا وياك مثلا، انت بيتزي وياك اللاعبين هذا اكثر من مباراه، ست مباريات او اربع مباريات. خصوصا عبد المحسن ولا مره يلعب. خل عبد المحسن ليش شاركته مثلا عدبي شهاب؟ شلون شركه اساسي كوريا واساسي الاردن وبعدين اي انا اعطيته فرصه. انا مع المدرب في الاختيارات. حتى لو يعني كان يعني ضم صوتك صوت بيتزي، ان انا شفتك اعطيتك فرصه حق لي الان الاختيار. اختيار انا مع ان انا احب عبد المحسن ودي اشوفه مع المنتخب ودائما اقول عطى فرصه، بس يبقى المدرب الامر الاول والاخير له. معطيه فرصه مباراه تجريبيه، معطيه فرصه بالتمرين، يشوفه بالتمرين. اللاعبين الثانيين حسين اشكناني على عدل شهاب لعبوا مباراه اول التصفيات، لعبوا وشافهم. وترى مو ما تفرض على المدرب ان لا هذا وياك لازم يكون وياك. ولا انا يعني شو ولا انا اشوف من وجهه نظرك انت مؤمن باختيارات بيتزي؟ طبعا. ومقتنع في بقاء بيتزي؟ طبعا. يعني مو مع الصوت اللي يقول لك بيتزي ما لازم يمشي؟ لا اكيد لا. لا انت ما صار له ثلاث مباريات اربع مباريات وادى اداء جيد. انت ما كان عندك اساس متوقع انك تروح بعيد يعني. احنا قبل التصفيات احنا ليش صعدنا؟ راح نخسر من العراق، راح نخسر من الاردن. هذا الحين بتاريخ اليوم ليش ما فزنا على العراق وليش ما فزنا على الطموح؟ الطموح ارتفع. ليش؟ بسبب هذا المدرب. وحتى لو في اخطاء بيتزي، انا اقول لك انا ودي عبد المحسن العجمي موجود، بس يبقى الاختيار الاول والاخير. ما يصير انا افرض اقعد انا في تلفزيون ولا بدوانيه لازم عبد المحسن. ما كان معاه عبد المحسن بدايه التصفيات معاه ولا ما يخدم المدرب بشكل كبير يعني. ممكن رسم تكتيكي ممكن ممكن ما وانا مو مع اللي يطالب لازم يطلع المدرب يشرح لنا ليش ما اخذ. منو انت يشرح لك؟ تقعد تحلل لي وتقعد والله المدرب بيتي لازم يطلع مؤتمر يشرح لنا ليش ما اخذ ليش قط عبد المحسن وليش قط شها عذبي وليش ما تشوف امر مهم جدا لما يكون في اعلام رياضي مسلط الضوء على لا. انت لما تتكلم عن دول العالم مثل المنتخب البرازيلي الارجنتيني يخرج المدرب علنا على القناه المباشره بعد الاختيار. هذا بعد الاختيار يختارهم بشكل مباشر، يختار اسامي بشكل مباشر. بس ما يناقش يعني ما يناقش لكن يصير في نقد. النقد انقد بس انت ما تحط فروض تقول بيتزي يطلع للاعلام او يطلع للجمهور الكويتي يفند ليش ما اخذ فلان. ما نخلص ماشيين يفند بالنسبه للمنتخب السعودي. ما تشوف انه يستحق الجمهور ان يعرف لما ما في اختيارات بالنسبه للاعبين لما طلع لما قال سام الدوسري ما ينظر المنتخب فتره من فترات لما ايضا البليهي استبعد البليهي لما استبعد ايضا اكثر من لاعب داخل المنتخب السعودي قال لما صارت مشكله انت لما تصير مشكله عندك سلمان الفرج لما استبعد ايضا ذكر انه ليش سلمان الفرج يعني الامر انا ما اشوف انا متفق معك لكن احيانا في لاعبين نجوم بالنسبه لنا ونتوقع ان شاء الله في قادم ايام لكم مستقبل كبير. ما يصير تحط سلمان الفرج نفس عبد المحسن وكبدايه طريق. سلمان الفرج مخضره وكابتن المنتخب السعودي غير. انت كانك تقول ليش شلت ماجد عبد الله جاسم يعقوب؟ ما يصير. في نجوم بس انت لما تحط الاختيار تحط الاسامي بنفس الوقت في اعلام تبي تناقش على فلان ما عندنا مشكله. بس ما يصير انت تطلع وتقول لازم يطلع مؤتمر يطلع ويفند لي ليش ما اخذ فلان وليش كان عدبي شهاب يلعب عنده مبارتين بعدين الحين مدرج او مو مقتنع فيه. هذا مو شغلك، شغل مدرب. صحيح. ولا عندي انا استعداد اني ابرر لك ليش اخذت فلان. انت رايك ابو بندر عبد المحسن مظلوم انا وياك بعد البطوله يحق لي اني احاسبك؟ يحق لك انك تفند الان طبعا. خياراتك اللي وصلتك الى مرحله هني احنا نتعال ثق بالله ابو بندر اللجنه الفنيه مناقشتها على عبد المحسن وعلى شكراني وعلى عذبي شهاب. احنا نثق في اللجنه الفنيه اسامه حسين ايمن حسين. شوف الاسامي انت حسب وجهه نظرك كفني الاسامي الموجوده حاليا كان عبد المحسن وكان عذبي وكان هذا الافضل. لا سواء بعبد المحسن وهذا هذا الافضل بالكويت. حتى الاسامي اللي مكان عبد المحسن وشكناني وشو اسمه عدبي شهاب حتى لما اخذوهم وجود هذين الثلاثه كانوا هم الافضل في الدوري. 30 لاعب راح يخرج منهم اربعه يخرج انت ايه راح انت بالنهايه عندك 26 لاعب ايه؟ منهم الاربعه توقع يطلع يعني طبعا. انا اتوقع حارس مرمى لانه ما اخذ اربع حراس وانت البطوله من يطلع حوشان رشيدي غفور من التقريب اللي يطلع لا الفضلي انا اعتقد لانه هو حارس مرمى المنتخب الاولمبي وانا بوجهه نظري اني اتمنى انه الحارس بس هو الاقرب اتمنى ان الحارس حارس عندك ثلاث لاعبين منهم في لاعبين المنتخب الاولمبي الخرقاوي على منتصر الخرقاوي ما تشوف انه ممكن يستحق انه ياخذ فرصه؟ انا اقول لك انا ودي كل اللاعبين الصغار يستحقون فرصه انا بوجهه نظري كل اللاعبين بس لازم قرار جريء. انت ما تتكلم عن سلمان العوضي وتتكلم عن يوسف ناصر مع كل الاحترام للاعبين لكن انت عندك لاعب ناشئ
واضع عنده هذه القدره العطائيه، اذا ما تاخذ فرصه الان لازم تاخذها. يعني بشار عبد الله 17 سنه اخذ فرصته، بدر مطوع 16 تالق بهذه الفرصه تالق. من المفروض انه تعطي، انا قاعد اقول لك الاقرب، بس انت ما تدري شنو فكر بيتزي ممكن ياخذ. هدف بيتزي تحقيق بطوله ام بناء فريق، ما تدري شنو هدف الاتحاد، شنو طالبين منه الاتحاد؟ طالبين منه الاتحاد بناء فريق أم بطولة، أم بطولة. بس كأس الخليج هي بعيدة عن القياسات أو بعيدة عن. أنا عندي 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 سؤال سريع قبل لا أختم، قالوا لي أختم خلاص، لكن رقم 24 يعني لك شيء يعني؟ رقم 24 شلون ريال مدريد في تشامبيونز ليج ترتيب 24؟ مو أمر صعب جدا؟ صعب جدا طبعا، صعب جدا طبعا. شو الأسباب؟ شو اللي خلى يعني شلتي حتى قبل المباراة يعني بعد المباراة قال يعني هذا زين، يعني أنا حتى لو فزت ما راح أروح مع الثمانية. إيضاح. فتشوف هذا التصريح يليق بحجم وكيان مدريد. لا طبعا لا طبعا، بس فيه ظروف الإصابات، هو ما يتعذر بالإصابات دائما أنشيلوتي في بطولات اللي جلبها أكثر من الإصابات، هذا ما قدموا المستوى المأهول. ليفربول قدم مباراة كبيرة وكان هو الأفضل وكان يستحق الفوز، النقص واضح على ريال مدريد. أنا أعتقد أن ريال مدريد يمر بمرحلة حتى في الدوري لولا تعرق البرشلونة لكان الفرق 8-9. أنا مضطر أختم معاك، غوارديولا رأسه فيه، ليش بهذه الإصابات بغوارديولا؟ يعني أنا أعتقد أن غوارديولا من أفضل مدربين العالم، بس ما يحتاج إلى هالأشياء يعني. تكلم يعني اللي صار برأسه أمس، شخص في ناس قال يمكن فيه اشتباك حصل في غرفة الملابس. لا ما أعتقد، ما يعني أعتقد. هو معقول مسوي نفس الشيء؟ ما هو من النوع اللي حاتي، وخاصة إذا قربت مباراة ليفربول. ليفربول هو الفريق الوحيد اللي لا يجعل ممكن يأثر عليه في اللقب. لا يجعل غوارديولا ينام، هو صرح. توقعاتك يعني الجولة القادمة راح يكون فيها مان سيتي ليفربول، ليفربول في حال فاز راح يفرق 11 نقطة تقريبا. بس تنسى انت الارسنال، الارسنال اذا فاز يصير 9 عن ليفربول. عن ليفربول. اي فانا اعتقد انها خطوة لللقب بالنسبة لليفربول اذا فاز. مفترض بالنسبة للسيتي وليفربول. اكيد. توقعاتك وتروح المباراة؟ اتمنى ليفربول. تتمنى ليفربول؟ اتمنى ليفربول. ليش الامنية ليفربول يعني؟ أبي بطل جديد أنا أمانة، بطل آخر يعني. أي فريق، ليفربول، أستون فيلا، القراب، فريق سلوت ولا كلوب؟ الحين في كلام داير بالدواوين يعني بالتجمعات إن هذا الفريق فريق كلوب وسلوت خذاه جاهز. في ناس قاعد تقول لك لا، سلوت عنده فكر معين هو اللي نقل الفريق بهذه الطريقة. أنت قاعد تشوف إن هذا فريق كلوب ولا فريق سلوت؟ كلوب هيئ هاللاعبين وأعطاهم خبرة المنافسة والبطولات بعد ابتعادهم 30 سنة. سلوت قدم مستوى ممتاز وقدم أسلوب غير عن كلوب، لا ضغط عالي ولا شيء. سلوت يلعب مع إمكانيات فريقه، ولكن اللي وصلهم لمرحلة المنافسة ومرحلة خبرة البطولات ما ننسى كلوب. طبعا عاد المحلل قناة رياضية، أنا أشكر لك كل الشكر، حبيب لقائك حبيبي وهاردك مرة ثانية. مشكور أيضا، الشكر لك أنتم مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام فقرة ما بعد النشر. أما الآن نروح إلى فقرة التايم لاين، لكن العادة سبقها تقرير لوكيشن، نشوف المرة لوكيشننا وين مدينا وكاميرتنا أيضا، ثم عودة للزمن الريم وضيف المحلل المبدع ناصر الفضل. فيكم مشاهدينا عبر شاشة القناة الرياضية ومن خلال عدسة برنامجكم الرياضي A to Z، متواجدين اليوم في نادي الصيد والفروسية لتغطية البطولة الأولى للرماية على ظهر الخيل، خلكم معنا. والله بالنسبة للمنافسة يعني الحمد لله احنا حاليا السنة الثالثة الدوري هذا بنسخته الثانية، فالمستويات ما شاء الله اشوف الارقام قاعد تزيد، المنافسة قاعد تصير يعني اصعب، قاعد يتغنون الرياضة اكثر واكثر، خاصة ان عندنا فرسان مشاركين بطولات عالمية وعندنا فرسان مشاركين منتخب متأهل حق كأس العالم السنة اللي طافت، محققين السادس على العالم، في المنافسة يعني مو سهلة، مو مثل اول نسخة اللي صارت للدوري. اللهم لك الحمد، احنا سعيدين جدا ان اليوم مشاركين في اول بطولات الاتحاد الكويتي للفروسيه للدوري المقام عندنا في الكويت، واللهم لك الحمد. الانجاز اللي حصل في هذا الموسم ان موقع اقامه البطولات كان في نادي الصيد والفروسيه في وسط الناس وقريب من الناس، بحيث انه يشهد عدد حضور كثير من الناس من الجمهور، وكذلك ساعد في انتشار هذه الرياضه المباركه. طبعا بطولتنا استعدينا لها هذا الموسم احسن من المواسم السابقه، طبعا والمواسم السابقه كانت تجهيزات زينه، بس هالسنه وايد كان حماس اكثر وعدد المشاركين اكثر، قاعد تكبر الحمد لله.
والله ما شاء الله ترتيب الدوري الله يجزاهم خير الشباب هم اصحاب اللعبه هم اللي قايمين فيها كذلك لجنه اتحاد الاوتاد والرمايه على القوس والسهم على ظهر الخيل وما شاء الله في عندنا كذلك حكام معتمدين اخذوا شهادات من الاتحاد الدولي للرمايه على ظهر الخيل مما ساعد الى نجاح ورفع مستوى الفرسان والبطوله هذه أمانة أول بطولة لي جدا سعيدة بهذه التجربة أنك أنت تدمجين بين الرماية الأرضية ورماية على ظهر الخيل هذا تشالنجينج مو شيء عادي أن الواحد يسويه والخيال إذا كان يركب الحصان كخيالة لكن الفارس إذا كان يمارس أحد من الرياضات اللي هي مثلا الرماية الكر والفر التقاط الأوتاد هذا يعد فارس فهي ترى مثل شرف لنا أن نكون في هذا المسمى وصلنا معكم مشاهدينا لختام تغطيتنا اليوم تغطية فقرة لوكيشن وننتقل معكم إلى الاستديو مع الزملاء ابقوا معنا إنجازات كويتية للشباب في كل مكان وخاصة لما نتكلم عن فقرة لوكيشن هذه الفقرة المميزة ونشوف فيها إنجازات شبابنا وبناتنا في الكويت في الرياضات الجميلة نتابع معاكم فقرة تايم لاين ونوصل لمشاهدينا إلى هذه الفقرة من برنامج A to Z نعرض لحضراتكم فقرة تايم لاين وأهم التغريدات الرياضية وأكيد نرحب بضيفنا كابتن ناصر فضلي صباحك خير كابتن صباح النور حياك الله شكرا جزيلا صباح الأجواء الجميلة والأمطار الحلوة بعد نعم دائما نقول هذه الأجواء تنعكس إيجابيا على في الكويت أي نعم فنشوف النفسية حلوة والابتسامة ما شاء الله على محيي الجميع نبدي معك تغريدات كابتن تفضلي نروح إلى أولى تغريدات اليوم من حساب صحيفة تايمز سبورت غاندوغان نجم مانشستر سيتي يقول أن الفريق سيخرج من المنافسة على اللقب في حال الهزيمة مع ليفربول والجولة المقبلة هل فعلا يعني ممكن أن يخسر السيتي وبعد ما شفنا انتصارات ليفربول المتتالية البداية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الأنفيلد راح تكون ملعب ليفربول فارق 8 نقاط لصالح الريدز اعتقد هي راح تكون هو ذكر انها راح تكون اشبه بالضربه الغاضيه للسيتي راح تكون ضربه غاضيه في جوله متقدمه مو متاخره يعني نعم. يعني في مجال ان هذه الضربه الغاضيه يعني السيتي قادر على انه ينهض من عندها في حال انه خسر المباراه لكن اعتقد ان السيتي برغم نتائجه السلبيه اللي في الاخيره كان اخرها التعادل مع فاينورد الهولندي 3-3 والفريق كان متقدم ب 3 الاول نعم تقريبا ثلاثية نظيفة نعم. قبل خسر في البريمير ليج بأربعة اهداف صحيح. امام توتنهام وكانت في ملعب الاتحاد وهذا شكلت مشكله كبيره للمدرب انا اعتقد ان مباراه السيتي امام ليفربول راح تكون صعبه جدا وخصوصا ان ليفربول عاده ما يشكل متاعب لكتيبه غوارديولا المدرب الإسباني لمانشستر سيتي لذلك أنا أعتقد أن المباراة راح تكون صعبة على الفريقين خصوصا أن ليفربول يمر في حالة ممتازة جدا وكان آخرها أمس تغلبه على ريال مدريد برغم الغيابات الكثيرة اللي في صفوف كتيبة أنشيلوتي وفريق النادي الملكي لكن أعتقد أن ريال مدريد أيضا قدم مباراة جيدة وليفربول استحق الفوز بالأفضلية النسبية اللي كانت له ونجح في انه يستغل النقص العددي في ريال مدريد وغيابه اللاعبين المؤثرين في التشكيله خصوصا فينيسيوس فاعتقد ان يعني الاحداث داخله في بعضها لذلك مباراه السيتي وليفربول راح تكون قمه مبكره في الدوري الانجليزي وراح يدخل ليفربول في هذه المنافسه بنقول نفسيه عاليه وروح عاليه جدا معنويات كبيره ويمر بافضل حالاته مع المدرب هيرن سلوت فاعتقد كان اخرها الفوز على ريال مدريد هذا راح يعطيه دفعه معنويه كبيره لمباراه السيتي نعم ايضا ننتقل الى تغريده من حساب صحيفه سبوت مول تصريح غريب من غوارديولا بعد ان قام بخدش وجهه وراسه سؤال يعني هذا التصرف كان رده فعل بعد التعادل فشفنا بصراحه وجهه وشفنا يمكن الخدوش على الانف ايضا طبعا هذه يعني اللي شاف غوارديولا يعني يلمس مدى كميه الضغوط اللي على المدرب والنتائج المتراجعه في نعم. يعني بيب غوارديولا خلال مسيرته التدريبيه لاكثر من 900 مباراه لم يتلقى خسائر متتاليه نعم. وست مباريات متتاليه من غير انتصار فاعتقد هذا شكل ضغط على المدرب طبعا مانشستر سيتي يمر في حاله مركبه يعني حاله نفسيه وحاله فنيه من الجانب النفسي والمعنوي ان الفريق
نقدر نقول انه حققوا الثلاثيه، فهذا اعتقد عامل الرغبه يعني او مو اكثر من باقي الانديه المصره على تحقيق البريمير ليج مثلا الدوري الانجليزي كليفربول على سبيل المثال او ارسنال. هذه في من جانب. من جانب ثاني غياب اكثر من لاعب في التشكيله الاساسيه، خصوصا وولكر لاعب اساسي في المباريات الاولى من البريمير ليج، وكذلك رودري افضل لاعب في اوروبا الاسباني لاعب ارتكاز، ورودري حتى في المباريات اللي غاب عنها في الموسم الماضي ايضا تاثر السيتي على جدا بالاداء صحيح. وبالنتائج نعم بالنتائج ايضا ديبروين لما يكون بديل، الان ديبروين قاعد ينزل كبديل لكن ايضا في مباريات غاب عنها ديبروين، فهذا شكل كله عدم استقرار او تراجع في معدل الانسجام بين اللاعبين، وهذا اللي اثر على نتيجه المباراه، دخول اكثر من لاعب اساسي. لا ننسى خروج الفاريز الارجنتيني ايضا الى اتلتيكو مدريد ولاعب هداف ومهاري ويسجل، انا اعتقد بوجهه نظري انه يسجل الاهداف من انصاف الفرص يعني تركيزه اعلى حتى من هالاند، لكن هالاند لاعب بوكس صريح عكس الفاريز. الفاريز يلعب كمهاجم متقدم وكخلف المهاجم. نعم ايضا يمكن شفنا بعد تمديد العقد لجوارديولا وهذا الاخفاق اللي حصل اعتقد اثر عليه ايضا بشكل اكبر. طبعا هو يعني هو الان مددين له العقد وفي تجديد لهذا العقد. عفوا نعم. هو يعني خطوه اداره السيتي في تجديد لجوارديولا لعل وعسى تكون منعرج للتغيير للافضل. أي نعم. لكن استمرت الحاله لي في تراجع. انا اعتقد انه مباراة السيتي أمام ليفربول راح تكون منعرج في مسيرة السيتي في الدوري الإنجليزي. نتمنى إنه يفاجئنا بالفوز. نعم لا ليست هي ليست ضربة قاضية إنها تنهي. نعم. مستحيل في أول 15-14 جولة من الدوري الإنجليزي نقول إنه خلاص السيتي خارج المنافسة. لا بالعكس أعتقد إنه في حظوظ أمام الفريق وقادر إنه يستعيد قواه ويستعيد مستواه ونتاجه، ومباراة ليفربول هي اللي راح تكون منعرج في البطولة. نعم. ايضا نروح الى تغريده خاصه بنجم نيوكاسل، ارسنال وتشيلسي يحاولان التعاقد مع اسحاق نجم نيوكاسل بقيمه اقل من 80 مليون يورو، هذه القيمه لهذا اللاعب هل هي منطقيه وهل هو فعلا راح يكون اضافه لهم؟ هو فعلا اسحاق لاعب متالق مع نيوكاسل، مع اللاعب بارنز قدم مباريات ممتازه في المباراه الاخيره، لكن انا اعتقد انه إيزاك من زمان كان أرسنال تحديداً عليه أن ينتدب مهاجم رأس حربة. نعم. يعني أرسنال لما يلعب ساكا مثلاً مارتينيلي ويلعب لينغارد النرويجي أعتقد كان يؤدي مباراة ممتازة في الشق الهجومي أو كل أداء أفضل أو تريشار. نعم. نعم. في الوسط الهجومي. نعم. لكن هو يحتاج رأس حربة أفضل من هافرتس اللي أساساً رأس حربة أنا أعتقد، ومع ذلك ويهدف. كذلك جيسوس البرازيلي أيضاً رأس حربة لكن مو رأس الحربة اللي يحقق معك بطولة أو يكون اللي يتوج جهود زملائه بالتهديف. نعم. لذلك مانشستر سيتي استغنى عن البرازيلي جيسوس وتعاقد مع هالاند، فأعتقد أن إيزاك مناسب أكثر لكتيبة أرتيتا والأرسنال أكثر من سيتي عفواً تشيلسي باعتبار وجود المهاجم السنغالي جاكسون اللي تم تمديد عقده حتى 2030 ومهاجم ممتاز وهداف كبير. نعم نتمنى أنه أيضاً يجد نفسه أكثر مع المجموعة اللي معه، عادة يمكن اللاعب أحياناً لما ينتقل إلى مكان آخر ما نشوفه بنفس النجومية. شوفي إيساك لاعب مهاجم، نعم مهاجم صريح مهاجم هداف لكن هو يمتاز بالسرعة. انا اعتقد ان يعني ارسنال يحتاج الى لاعب بوكس صريح، لاعب بوكس اسوه بهالاند مثلا. نعم. او كين لاعب بايرن ميونخ الحالي اللاعب الانجليزي، هذول اللاعبين اللي على ارسنال اللي يبحث عن لاعب بهذا المستوى. نعم. ايضا نروح الى تغريده حول النجم المصري صلاح وخمس احتمالات لمستقبل محمد صلاح، ريال مدريد، باريس، وبرشلونه، الدوري السعودي، أو البقاء في ليفربول. وهو يمكن قبل أيام علق وقال إلى الآن أنا ما لي أي عرض ولا أي تجديد ولا أي يعني مكان، يعني ليفربول إلى الآن ساكت. فواضح سبب هذا الصمت هو أنا أعتقد يعود لشخصية محمد صلاح. يعني شخصية محمد صلاح نفسه من اللاعبين اللي أعتقد يعني حسب تصريح اللاعب للإعلام كلامه تعامله مع الجمهور تعامله مع الإعلام، اعتقد ان صلاح من اللاعبين اللي ما يتسرع في اتخاذ قرار انه ينتقل او يجدد عقده. نعم. او يعني ليش انا بنيت هذا الراي؟ بناء على الموسم الماضي لما حصلت مشاده مع كلوب في اخر مباراه للالماني مع فريق ليفربول، كنت اتوقع انه يعني صلاح بدر منه هذا السلوك، سلوك غريب نوعا ما. هذه الشخصيه اعتقد ما تكون مستعجله في انها تجدد او ترحل او هذا. اضافه الى ذلك انا اعتقد انتقال صلاح الى برشلونه او ريال مدريد او باريس سان جيرمان
الأندية الثانية في ضم صلاح أو التعاقد مع صلاح. نعم. الآن هذه الأندية في إطار ضخ دماء جديدة والاعتماد على اللاعبين الشباب. صلاح أعتقد فوق ال 33 سنة تجاوز، لذلك ما في أي تصريح في التمديد أو غيره. نعم. توقعات إن إما يكمل مع ليفربول أو ينتقل إلى الدوري السعودي. نعم. إذا تسمح لنا كابتن ناخذ هذا الفاصل السريع ثم نرجع وبرنامج A to Z. نعم يا حلو الاسم والله والنعم كويتي، واحنا دائما فخورين في لاعبينا الكويتيين في جميع الرياضات اللي دائما نشوفهم صراحة تاركين بصمة حلوة، بصمة كويتية في الكويت وخارج الكويت. نرجع معاكم أكيد كابتن ناصر الفضلي، وروح إلى تغريدة من حساب فوتبول أسبانيا. مبابي يحتل المركز 48 في استغلال الكرات وتحويلها إلى المرمى، مركز سيء لمثل هذا اللاعب المهم كابتن ناصر. بصراحة يعني في لاعبين من أول مباراة نجوم كبار. نعم. من أول مباراة يعني يثبت وجود هذا اللاعب ويظهر إمكانياته وقدراته. يعني ناخذ مثال أولمو لاعب برشلونة. نعم. انتقاله على طول لاعب نفس مستوى اللي كان في لايبزيغ مع منتخب الإسباني، أيضا هو نفس مستوى مع فريق برشلونة ومن أول مباراة رغم أنه عنده حالات إصابة كثيرة. بالنسبة لمبابي، مبابي يعني أنا دائما أسأل أقول مستوى مبابي مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018 بروسيا كان المهاجم الأول في منتخب فرنسا. يختلف تماماً. رغم أنه عمره 18 سنة. أيضاً في كأس العالم الأخيرة اللي في قطر كان من أفضل اللاعبين وكاد أنه يحقق كأس العالم لمنتخب فرنسا على حساب الأرجنتين في النهائي خلال العشر دقائق الأخيرة من المباراة والأوقات الإضافية. نعم. فهذا اللاعب في باريس سان جيرمان وإلى الآن مع ريال مدريد ليس باللاعب اللي نفس مع منتخب كأنه نفس الشخص كابتن. نعم. يعني خاصة نعم. بعد اللي حصل نعم. أمس وضياع نعم. ركلة الجزاء اللي كانت مهمة نعم. جدا وفارقة نعم. للريال، إهدار للفرص بهذا نعم. العدد وترتيبه في بين المهاجمين عليه علامة استفهام. وهل إمكانية اللاعب أو أن توظيف اللاعب. مبابي لما يلعب لاعب مهاجم صريح نعم. أنا أعتقد مختلف لما يكون على الرواق. أمس أمام ليفربول لعب على الرواق في ظل غياب فينيسيوس. تابعنا أنه كان ممكن يكون أفضل لو أنه لعب في هذا المركز. أي نعم. وثبت في هذا المركز لأربع خمس مباريات حتى يعود مرة أخرى للانسجام والتأقلم مع مركزه الأساسي. لكن هو انصدم في الظهير الأيمن اللي فاجأني صراحة، اللاعب ليفربول برادلي كان حد من خطورة نيمار بالسرعة والتوقيت الكرة وقطع أكثر من كرة من مبابي. أي نعم. للمستقبل أنا أعتقد أن مبابي مع أنشيلوتي في حال وجود فينيسيوس ما راح يبرز مثل ما احنا متصورين، وقد يكون يشكل خيبة امل لعشاق النادي الملكي بخصوص هذه الصفقة، لان هم كانوا متوقعين ومتأملين ان تكون صفقة مبابي يعني مفيدة اكثر مفيدة بصراحة أكثر او خصوصا نعم. مع فينيسيوس. لكن اعتقد ان اللاعبين في مركز واحد مع انشيلوتي المدرب طبعا انشيلوتي نعم. من افضل المدربين على مستوى العالم، وانا برايي هو ثاني افضل مدرب بعد غوارديولا، مدرب بطولات، مدرب تنظيم. أمس تابعنا رغم غياب 6-7 لاعبين في تشكيلة ريال مدريد، لاعبين أساسيين ومؤثرين، لكن ريال مدريد كان موجود في الملعب، كان فريق في توازن، في هدوء، في تركيز، في شخصية فريق، وهذا يرجع للمدرب نفسه. يعني لما يلعب في جولير التركي لاعب شاب، يلعب في دياز المغربي لاعب شاب، ومع ذلك كان ريال مدريد جيد
وكاد انه يتعادل في المباراه لولا مبابي اللي اهدر الركله اللي بعد ما تقدم ليفربول بهدف. نعم، يمكن كان في توقعات ان عدم وجود بصراحه فينيسيوس في هذه اللعبه بالذات انه يسطع نجم مبابي من جديد وياخذ فرصته في الوجود، خاصه انه يعني مثل ما قلنا هو لعب في مركزه الاساسي اللي كان يلعب فيه قبل. صحيح. السابق. صحيح. مع هذا ما شفنا يعني هذا التوقع حصل في الملعب. اكيد هو طبعا غياب فينيسيوس مؤثر على ليفربول، وجود مبابي كمهاجم صريح على اليمين اعتقد انه سهل مهمه مدرب ليفربول سلوت، في اعتبار ان مبابي سيكون الورقه الاولى والرابعه كمصدر للهجمه، اتوقع انه يكون ياخذ دور اكبر، فلذلك تم التركيز على ايقاف مبابي ونجع ليفربول في هذه النقطه. ايضا يعني دائما هناك مفاجآت بصراحه بالمربع الاخضر. ننتقل الى حساب فوتبول اسبانيا، وقلنا يمكن عن مبابي وهذا الخبر، روح الى خبر قادم. دائما هناك الكثير من الحسابات المختلفه نتكلم عن نادي مانشستر يونايتد ونشوف اللي حصل في التشكيله الجديده في مانشستر يونايتد. بالعكس انا اعتقد التعاقد مع المدرب البرتغالي اموريم خطوه جعلت عشاق مانشستر يونايتد يكون في تفاؤل اكثر. نعم. لتحقيق وتحسين من اداء ونتائج الفريق، باعتبار ان هذا المدرب قدم نتائج مع سبورتنج لشبونة وتمكن من انه يتغلب على السيتي باربعه اهداف لهدف، فهذا اعتقد اعطاهم امل ان مانشستر يعود. شفنا تغيير سريع طبعا. نعم. لمكانته. نعم. في البريمير ليج مع مانشستر سيتي ومع ارسنال ومع ليفربول، اعتقد وجود لاعبين يحتاجون الى توظيف اكثر من ديليخت الهولندي، يورو الفرنسي المصاب، مارتينيز الارجنتيني، ماغوير اعتقد ما راح تكون له حظوظ مع هذا المدرب في انه يكون في تشكيله اساسيه، كلام على انتدابات يرغب فيها اوتريم اللي هو اللاعب السويدي للمهاجم الغناص الشاب والواعد في سبورتنج لشبونه الدولي السويدي جوكيرز، ايضا في كلام على الفونسو ديفيز المطلوب في ريال مدريد. نعم. وبرشلونه فليك مطلوب ايضا في مانشستر يونايتد لتدعيم الجهة اليسرى، فأكثر من لاعب مطلوبين في هذه الانتقالات. متى ممكن نشوفها كابتن؟ ممكن انتقالات الفترة الشتوية وممكن للصيف المقبل بحسب احتياجات مانشستر يونايتد لهذا اللاعبين. نعم. أيضا يعني إحنا دائما معاكم في برنامج إيتو زد، وننتقل إلى الخبر القادم. يمكن تكلمنا عن كثير من الحسابات وعن الأخبار، ودنا نتكلم عن برشلونة والفوز الأخير 3-0 وكيف فعلا موضوع أن نقول النجاح المستمر عكس مانشستر سيتي، فموضوع الإخفاقات المستمرة. نتكلم عن برشلونة. نشوف برشلونة مع فليك، برشلونة مختلف عن الموسم الماضي. برشلونة مع فليك يعني الأزمة المالية كانت رب ضارة نافعة للنادي، هذه جعلت النادي يعتمد على لاعبينه اللاعبين لمسية منجم الذهب اللي يقدم لاعبين ممتازين. يعني برنار في لاعب برنار كان في حسبة فليك إنه تعور وبع لعبة رايو فايكانو في وراح يرغي لنهايه الموسم، كان في سن 17 سنه، كاسادو 20 سنه بديل لبرنار قدم مستويات ممتازه. اولمو صفقه ناجحه ايضا مساهم كبير في نتائج الفريق امام اوساسونا خساره 4-2 وامام سوسيداد خساره بهدف في الانويتا، تعادل مع سيلتا فيجو خارج الديار 2-2 بعد ما كانت المباراه والنقاط الثلاثة في المتناول لولا خطأ كوندي وطرد كاسادو والنقص العددي في آخر 8 دقائق، هذه كلها أمور أعتقد أزعجت فليك، وكان طلع كلام إنه اجتمع باللاعبين وشدد على أهمية إنه ما في تهاون. هذا انعكس في مباراة بريست. بريست يعتبر من أفضل الفرق في دوري أبطال أوروبا، يعني فريق فرنسي، لكن نقاط أعتقد كان في المركز الثاني 10 نقاط تتصور، فخسارة أمس جعلت برشلونة قبل الأربعاء مساء الأربعاء جعلت برشلونة الثلاثاء عفوا جعلت برشلونة يتقدم إلى ثالث الترتيب خلف ليفربول، فأعتقد أن برشلونة فليك يسير في الطريق الصحيح. يحتاج إلى تدعيم. نعم. يعني في حراسة المرمى أعتقد يحتاج إلى حارس أفضل من لينا وشتيغن. على مستوى الأظهرة خطأ كوندي، لأن كوندي ما قدر تحمله المسؤولية في ظل الاداء اللي قاعد يعني من بدايه الموسم اداء رائع رغم انه مو مركزه الاساسي هو غالب، ولكن ابدع يعني. طبعا ايضا الظهير الشمال يحتاج افضل من بالدي. مع هذا كله غياب يامال كان مؤثر في لعبات الدوري، لكن في مباراه بريست اعتقد ان المدرب نجح في
تعويض غياب يامال في بالدفع في اولمو وبدري وقافي فهذا اعطى كنا نشوف خذوا فرصه بعد اكبر نعم يعني وجود رافينها وجود إيه نعم ليفاندوفسكي هذا لما يكون نعم لما يكون قافي وبدري واولمو لاعبين وسط مهاجمين يملكون الحلول وصناعه الاهداف وما قبل الاسيست يمكن وصلنا للختام طبعا. كابتن سؤالنا الاخير توقعاتك للعبه ليفربول ومانشستر سيتي والله صعبه جدا لكن نعم. ارجح كفه ليفربول نعم. نعم شكرا لحضورك معنا اليوم وتواجدك ونتمنى لك عطله سعيده ان شاء شكرا الله شكرا جزيلا يعطيك العافيه شكرا لكم مشاهدينا على برنامج اي تو زد ومتابعتكم لهذا البرنامج واحنا دائما معاكم في الاخبار المحليه والرياضيه وتابعونا في القناه الرياضيه نترككم في حفظ الله ورعايته